بسم الله الرحمن الرحيم. Another area of the human body هي واحدة من أكبر وأهم الأريز في جسم الإنسان، هي منطقة الأبدومين. إحنا نعرف إن جسم الإنسان متقسم لريجونز، وده كان الأساس اللي تم عليه تصنيف الريجونال أناتومي. هذه الريجون من جزئين أساسيين، كيس يعني ساك يعني انفلوب مكون من جزء ماسكولر وجزء بوني، فيعرف على انه ماسكولو اوسيوس انفلوب، اسمه الابدومينال وول. يبقى الابدومينال وول كيس عظمي لحمي. هذا الكيس العظمي اللحمي اللي اسمه الابدومينال وول سراوندنج انكلوزنج بيج كافيتي اسمه الابدومينال كافيتي. هذا الابدومينال كافيتي يحتوي على وايد فرايتي اوف اورجانز، يعني على نماذج كثيره من اعضاء مختلفه الاشكال والتكوين. بدي فلسفه التكوين، وكيس من عظم ولحم يحتوي على كافيتي بانواع مختلفه من الاورجانز. إذا اتكلمنا عن الابدومينال وول هنقول إن الجزء من الابدومينال وول اللي قاعد in front and at the sides of abdominal cavity هيسموه anterior abdominal wall، بينما الجزء من الابدومينال وول اللي قاعد في الباك of the abdominal cavity هنسميه posterior abdominal wall. والابدومينال وول سواء كان انتيريور او بوستيريور له تركيبه، لو خدنا شريحه منه، لو خدنا قطاع منه، لو خدنا زي بيقولوا هبره منه وحاولنا ندرس تكوينها، هي بتتكون من الاجزاء الاتيه. من قدام هيكون اللور بارت اوف ثراسيك كيج، من السايدز هنجد اللاست ريب والابر بارت اوف ذا هيب بون او البوني بلفس. بوستيريورلي من الخلف هنجد ال 5 لامبر فيرتبري والانتر فيرتبرال ديسكس ان بتوين، ده اللي هو كان البوني بارت. اما الماسكولار بارت من الابدومينال وول فهو ليرز من ماسلز كونكتنج اند كلوزنج ذا بوني بارز. تعالوا نشوف الكلام ده، شوف الاستراكشر اوف ذا ابدومين. ادي عندي هنا الانتيريور ابدومينال وول، ده رقم واحد اللي هو الجزء الامامي من الابدومينال وول. الجزء الخلفي اللي هو البوستيريور ابدومينال وول، والاتنين مع بعض بيشكلوا الماسكيلو اوسياس انفلوب اللي اسمها ابدومينال وول، والاتنين مع بعض انكلوزنج او سراوندنج بيج كافيتي اسمه ابدوتال كافيتي، يحتوي على وايد فرايتي اوف اورجانز. الأورجانز دي ممكن تكون فيسرا، ممكن تكون سوليد أورجانز، ممكن تكون بلاد فيزلز. ده كانت المحاور الثلاثة اللي بتشكل الاستراكشر اوف ذا ابدومين. هنبتدي ندرسها واحد واحد، ونبتدي بالانتيريور ابدومينال وول، جدار البطن الأمامي. جدار البطن الأمامي يتكون من 5 layers of different structures. اللير الاولى from superficial to deep كان سكن، يليها السوبرفيشال فاشيا او طبقه الفاشيا. طبقه الفاشيا بالتو زونز بتاعها، سوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا اللي حطيت جنبها نقطه لان هنا في كلام على الديب فاشيا انها مش موجوده، ده الغالب، او انها very ill developed، موجود منها بقايا جنينية. الطبقة الثالثة اسمها ماسل لاير. الرابعة الفاشيا ترانسفيرساليز. الخامسة طبقة يعني تحسب على الفاشيا ترانسفيرساليز او تحسب على الطبقة اللي بعدها اسمها اكسترا بروتونيوم فاتي تيشو. اما الطبقة الخامسة فيها البارايتال بروتونيوم. ده الاستراكشر اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، نشوفها من خلال هذا القطاع. ادي الطبقة الاولى اللي هي السكن، تحت منه طبقة الفاشيا اللي هي السوبرفيشيال فاشيا، لان دي فاشيا هنا في غالب الاحوال وفي الاقوال الثابته انها مش موجوده
او موجود اثار خفيفه جدا منها. الطبقه اللي بعد كده طبقه المسل لاير. المسل لاير مترتبه في مستويين. المستوى الاول هي عضلات جدار البطن الامامي اللي هي muscles of the anterior abdominal wall، وعضلات جدار البطن الخلفي اللي هي muscles of the posterior abdominal wall. الطبقة الرابعة اسمها الفاشيا ترانسفيرساليس، دي رقم 4. اما الطبقة الخامسة فهي البارايتال بيروتونيوم. والبارايتال بيروتونيوم ده كيس يحتوي على الابدومينال اورجانز، وهو مكون من طبقتين اتنين. طبقة بتكون تبع جدار البطن، بينما الطبقة الاخرى تغلف الاعضاء. دي الخمس طبقات المكونة للانتيرو ابدومينال وول. يبقى واحد سكن سوبرفيشيال فاشيا، طبقة المسل لاير، ثم طبقة الفاشيا ترانسفيرساليس، وأخيرا طبقة البرايتال بريتونيوم. طيب تعالوا نشوف السكين اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. ده دياجرام للانتيريور ابدومينال وول، هيكون ثابت تقريبا معانا في معظم رسمة الانتيريور ابدومينال وول. ادي حدود البطن من على السيرفس، اللي هو رباط كان بيمثل نهاية إحدى عضلات البطن اسمه انجوينال ليجامنت، وده كان اللور بارت اوف ذا ثوراسيك كيج اللي كان ماسك فيه الديافرام اللي بيمثل الابر ليميت اوف ذا ابدومين. هنا في لاين موصل الزيفويد بروسيس بالسيمفيسيس بيوبس اسمه لينيا البا. اذا جينا نشوف السكن اللي بيشكل الطبقة السطحية من الانتيريور ابدومينال وول، فتجد له مواصفات الاتية. انه سوفت، جلد البطن دايما سوفت. اتنين، لوس يعني رخوة، لوسلي اتاتشد تو ذا اندرلاينج ستراكشرز يعني رخو الاتصال، يعني لو مسكناه نقدر نحركه على الاندرلاينج ستراكشرز، وان يوجد عليه هوريزونتال لاينز of cleavage around strings. ايه اللاينز اوف cleavage ديت اتكلمنا عليها في الجنرال اناتومي. ديت اماكن بيفضل من عندها اتخاذ الجروح الجراحية، الفتح الجراحي بيفضل انه يمشي عبر هذه الخطوط، ويراجع هذا الجزء مع الجنرال اناتومي. اذا جينا نشوف ال نيرف سبلاي اوف ذا سكين اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، ادي الخريطه العامه. زيفويد بروسيس الكوستال مارجن، نراجع مع بعض تاني يعني ايه كلمه كوستال مارجن، اللي هو اللور بوردر اوف ثراسيك كيج المكون من الكوستال كارتليج بتاع الرب السبعه الثامنه والتاسعه والعاشره، مع بعضهم بيكونوا مارجن بيسموه كوستال مارجن. الزيفود بروسس اللي هو كان اللور اند اوف ذا سترنم، وده السكين بتاع الانتير ابدومينال وول، ودي الانجوينال ليجامنت اللي هي الحدود السفليه من على السيرفيس لمنطقه الابدومين، وده السيمفيسيس بيوبس اللي هي اجزاء من البيوبيك بون اللي عامله سكندري كارتليجنس جوينز اللي ماسكه فيها الانجوينال ليجامنت. وده كان اللينيا البا، هناخد تفصيلاته بعد كده، ودي الامبلايكس. تعالوا نشوف النيرف سبلاي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، هنقسمه لثلاث مستويات. المستوى الاول ويقع اباف ذا امبلايكس، فوق الامبلايكس. المستوى الثاني اللي عند الامبلايكس. المستوى الثالث في السكن اللي بيلو ذا امبلايكس داون تو ذا انجوينال ليجامنت. في المستوى الاول اللي above the umbilicus، يعني مستوى الامبلايكس للزيف ستيرنم يعني للزيفود بروسيس، هنجد هنا ان السكن بيتغذى ب cutaneous branches of the 7th 8th and 9th intercostal nerves. اما السكن around the umbilicus بياخد من الكوتينيوس برانشز
of the tense intercostal nerve. أما السكين below the umbilicus down to the symphysis pubis أو down to the inguinal ligament فكان بياخد نيرف سبلاي من ال 11th intercostal وال 12 ثوراسيك اللي هو اسمه السبكوستال. وأول نمبر اللي بيتفرع الفرعين اليو هيبوجاستريك واليو انجوينال ده كان النيرف سبلاي اوف ذا سكين اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. اما الفينوس درينج اوف ذا سكين اوف ذا انتيريور ابدومينال وول بعد ما برسم الخريطه المكرره للانتيريور ابدومينال وول ادي الثوراسيك كيج بالاجزاء الواضحه منه ازاي في ستيردم او ازاي في براسيس الكوستال مارجن، ثم الحدود السفليه للابدومين من على السيرفيس ويمثلها الانجوينال ليجامنت اللي هناخد تفصيلاتها بعد كده، لكن بألخصها واقول ان ديت كانت النهايه السفليه للانسيرشن لاحدى عضلات الانتيريور ابدومينال وول، العضله السطحيه اللي اسمها اكسترنال اوبليك، نهايتها من تحت عملت فولد على شكل ليجامنت اسمه انجوينال ليجامنت. السكن اوف ذا انتيريور ابدومينال وول كان drained its venous drainage عن طريق ثلاثة veins. في المستوى الأول اللي كان فوق الأمبليكس كان الفين المشهور بتاعنا اللي اسمه lateral thoracic vein، ده كان مناظر لللاترال thoracic artery. يا ريت نراجع مع بعضنا الأبر limb ونفتكر اللاترال thoracic artery اللي كان الفين المناظر له اللي اسمه lateral thoracic vein هيصب في نفس المكان اللي خرج منه الارتري، في الاقصد في الفين المناظر له. Around the umbilicus كانت مجموعة الفينز اللي بتعمل draining للسكين around the umbilicus كان اسمها para umbilical veins، ودي بتدخل للداخل وتصب في البورتال فين. اما الفينز below the umbilicus كانت بتدرين الفينس بلاد بتاعها عن طريق السوبرفيشيال ايبيجاستريك فين، وده واحد من ثلاثة فينز بيصبوا فين؟ بيصبوا في الجريد سافينس فين اوف ذا لور